والآلات والمعدات، ما كل الحاجات دي أنا بحتاج تبقى موجودة، عشان على الجانب الآخر أدعم القطاع الصناعي، إن إحنا الفترة اللي جاية محتاجين يبقى في مجهود أكبر عشان نبتدي نحقق الاكتفاء الذاتي. إحنا لو جينا نبص مثلا حاجة أساسية من المنتجات، عندنا مثلا القمح، إحنا بنكفي احتياجاتنا بنسبة 55% حاليا. وبالتالي انا لما هبتدي ازود في ملف الزراعه برضه من خلال ان ازود في الرقعه الزراعيه والاسمده وخلافه، ده هيساعدني ان انا ابتدي احقق اكتفاء ذاتي كما اشرت سيادتك. صحيح. طيب دكتور احمد، النهارده الاستاذ محمد الاتريبي قال انه شهاده ال 25% حققت اهدافها، ما هو الهدف الذي تم تحقيقه؟ هو كان في تحديدا هدفين رئيسيين، ده اللي عايزين ناكد عليه. الهدف الاول ان انا دلوقتي عايز اقضي على ظاهره الدولاره، بمعنى انا بقول للمتعامل او اللي موجود في السوق اللي معاه دولار انا هديك عائد اعلى 25% على الجنيه المصري، ده هدف اول. الهدف ده الهدف الاول. الهدف الثاني يا فندم ان انا بوفر شهاده ذات عائد مرتفع اللي هو 25% يغطي تحديدا التضخم اللي موجود، لان انا بنتكلم في تضخم حوالي 22%. فبالتالي هنا انا بوفر معدل عائد هنا ايجابي، لان انا بشيل 25 واشيل قصاد 22 هنلاقي ان احنا المعدل هنا ايجابي. لو جينا قارنا مع دول اخرى زي امريكا مثلا، لما جت رفعت الفائده خلال الفتره الماضيه وصلتها ل 4.75. طيب على الجانب الاخر هنلاقي التضخم كام يا فندم؟ 6.5%، وبالتالي المعدل الفائده عندهم مثلا، على سبيل المثال انا ضربت مثال بامريكا لان ده كان كل الناس بتتابع الفيدرالي الامريكي. فبالتالي هنا لما اخد 4.75 ماينس التضخم 6.5% هلاقي المعدل الفائده هنا سلبي. انما احنا هنا في مصر بندعم الجنيه من خلال شهاده 25% عشان نبتدي نحسس المتعاملين او المودعين اللي بنتكلم في حوالي ودايع بنتكلم 7.8 تريليون جنيه مصري، ان انا بدي لك معدل عائد يغطي التضخم اللي موجود حاليا. ومن هنا ده تحقيق الفايده. ده الهدف اللي احنا حققنا. قد ايه البنوك حققت قد ايه النهارده؟ اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها الرقم تقريبا اللي موجود حاليا اكتر من 300 مليار، يعني في حدود 304 مليار تقريبا يعني، بس هو اكتر من 300 مليار ما بين البنكين الاهلي ومصر. توقعاتك دكتور احمد امتى هيتم الوقف بشهادات ال 25%؟ طب احنا كنا بنقيس في البدايه، ما كنا بنقيس الشهادات 20% بنشوف ايه اللي حصل في 18%، ولكن هنا كان 18% قعدت شهرين، ولكن الواضح هنا من خلال بيان السيد استاذ محمد الاتريبي رئيس اتحاد بنوك مصر هنا قال بنهايه الشهر الحالي تقريبا، وبالتالي هنا واضح ان الحصيله اللي جت منها احنا بنتكلم في 300 مليار في خلال ايام. نيجي نبص لشهادات 18% كانت 750 مليار خلال شهرين، وبالتالي هنا انا بقرب من نص المبلغ في ايام، ما كملتش فتره كبيره، وبالتالي هنا الحصيله اللي جايه منها اعتقد انها قد تصل لنفس الرقم تقريبا الخاص ب شهادات ال 18%، قد تقترب منه كثيرا يعني. تمام. بشكرك دكتور احمد شوقي، بشكرك يا فندم.